أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثيرا كثير من الأسئلة مصدرة بقوله إنا نحبك في الله. نعم. قالوا ما قول سادة العلماء في بلد كثر تعدد الجماعات الإسلامية كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات، وكل جماعة تقول أنها تسلك منهج السلف الصالح حتى يحار الإنسان ولا يدري إلى أين يتجه، فما حكم هذه الجماعات وكيف أعرف أهل الحق؟ أفيدون أفادكم الله ونفع بكم المسلمين. الله جل وعلا نهانا عن التفرق، فقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا حصل اختلاف في الرأي أو اختلاف في الخصومات في الأموال، الاختلاف يحصل بلا شك أنه يحصل والنزاع يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا حصل اختلاف بين الجماعات أو بين الأفراد فالواجب أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذوا به وما خالف الكتاب والسنة تركوه، إذا كانوا يؤمنون بالله عز وجل. أما إن كانوا يؤمنون بالأهواء والرغبات فهؤلاء لا شأن لنا بهم، اللي يريد الحق ويريد الصواب يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا تعصب ولا هوى، وإنما القصد هو معرفة الحق، فمن اتضح معه الحق اتبعناه ومن اتضح أنه على غير حق تركناه، هذا هو الواجب على الجماعات وعلى الأفراد. كما أنه يجب الإصلاح أيضا، يجب على الدعاة إلى الله وعلى العلماء أن يصلحوا بين هذه الطوائف وهذه الفرق، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الواجب الإصلاح، فإن الذي يقبل الإصلاح الحمد لله، والذي لا يقبل الإصلاح نتركه ونرفضه، والحق واضح ولله الحمد، الحق بين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نحن يا إخوان ليس لنا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقتدي بفلان وعلان، رئيس الجماعة، رئيس الحزب، رئيس كذا، قدوتنا واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن لا نقتدي إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يقتدي بالرسول ولا يقبل سنة الرسول وإنما يقبل مذهب فلان ولا منهج فلان فلا مرحبا به ولا سمع ولا طاعة ولسنا منه وليس منا.